مثال الأرقام احنا كنعرفوا عنده فوائد كثيره، سواء على مثلا على الوجه فهو تيعطينا النضاره البشره ديالنا، الا قدرنا نتبعوا منتوجات اللي مصيبه بزيت الارغان والعسل والصفران مثلا كتحيد لنا لي طاش اللي تيكونوا عندنا في الوجه ديالنا، زائد نضاره زائد كيحيدوا لنا لي طاش ديالنا، احسن ما نديروا مثلا نوتخ برودوي لي شيميك اللي يقدر يعالج لنا حاجه ويدير لنا حاجه اخرى. والحمد لله الناس وعاوا بالمنتوجات الطبيعيه وبداو كيستعملوا المنتوجات الطبيعيه لانها عندها افي اللي مزيان على البشره وحتى على الشعر. مثلا عندنا منتوجات ضد التساقط ديال الشعر، ضد القشره، ضد كتعطينا التكاثر ديال الشعر، لان كاين جو عندنا ديك ليون اللي كيكون مثلا الشعر عنده قليل اولا مثلا تيتساقط، يعني ارغان فهو مفيد بالنسبه للتساقط، بالنسبه للشعر، بالنسبه للجلد، بالنسبه لكلشي. يعني ارغان كنقدروا نستعملوه ك مثلا كمنتوج للجلد، كمنتوج للشعر، وكمنتوج للجسم ايضا. وبالنسبه للحمام مثلا كنتجو ايضا منتوجات بزيت ارغان، كلها بزيت ارغان. بالنسبه للاثمنه فكاين اثمنه جد مناسبه واللي كتناسب جميع طبقات ديال المجتمع ديالنا، فمثلا عندنا ارخص منتج كيدير 10 دراهم يعني في متناول مثلا ديال الاطفال، وكاين منتوج طبيعه الحال اللي كيكون متوسط 100 درهم، وكاين منتوج اللي كيكون غالي شويه وماشي غالي يعني ثمن مناسب مقارنه مع الجوده ديالو اللي هو 250 درهم. اذا اثمنه جد مناسبه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.